يا اهلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج تو كلينك. دكتور بدر البشاره حياك الله معنا. الله يحييك اخوي محمد، سعيد وتواجدي معاكم اليوم، وكل الشكر لكويت سبورت على الاستضافه ولك شخصيا. الله يسلمك ان شاء الله دكتور. دكتور بدر البشاره، حضرتك اختصاصي في جراحه العظام، وبالتخصص الدقيق هو مفصل الكتف. دكتور يمكن تكلمنا في حلقات سابقه عن انحشار الاوتار في مفصل الكتف، وايضا وصلنا حق القطع، لكن دكتور اليوم نبي شوي ننطلق الى ما أدري، بعتقد الشخصي شيء أبعد من هذا ويعتبر أكبر من هذا المرض أو هذا العرض، اللي هو تبديل مفصل الكتف. دكتور يمكن هذا المسمى يخافون منه بعض الناس، يمكن السادة المشاهدين دائما يخافون من تبديل المفصل إن كان مثلا في الكتف أو حتى في الركبة. دكتور في البداية كلمني، شنو هو تبديل مفصل الكتف؟ تمام، مفصل الكتف إذا بنتكلم عن تبديل مفصل الكتف مقارنة بالمعروف عندنا اللي هو مفصل استبدال مفصل الركبه والحوض، وهو شويه اقل منهم. وذلك سبب ان خشونه الكتف اللي هي سبب رئيسي في استبدال مفصل الكتف، انتشارها اقل من خشونه مثلاً مفصل الركبه ومفصل الحوض. لكن استبدال مفصل الكتف موجود ترى من 1980 تقريبا. وكذلك قبله كان موجود، يعني في فكره استبدال مفصل الكتف كانت موجوده قبلها ب 100 سنه. لكن ذروته كانت بالثمانين اخر السبعينات. مفصل الكتف استبداله هي عمليه تعتبر جدا ناجحه. ليش؟ لان اسبابها مزعجه للمريض. خشونه الكتف مزعجه للمريض. طبعا في اسباب كثيره للخشونه راح نذكرها ان شاء الله. فهي ليش عمليه ناجحه؟ لان اثرها ما بعد العمليه سريع جدا، حال استبدال مفصل الركبة والحوض. تشوفه على طول بعد العملية، المريض يكون سعيد بالنتيجة، نتيجته حلوة. لكن مثل ما تفضلت هي عملية ما تعتبر صغيرة، عملية كبيرة هي استبدال مفصل بالنهاية. المرضى لازم يكون عندهم تخوفات، أسئلة من العملية. ممتاز دكتور، لو بروح حق الأسباب، شنو الأشياء اللي تستدعي أن أنا أوصل حق مرحلة تبديل هذا المفصل؟ خلينا نتكلم عن أول أو أشهر سبب اللي هو خشونة المفصل بشكل عام. خشونة المفصل كذلك لها أسباب. يعني أولاً الخشونة اللي احنا نسميها الأولية اللي ما لها سبب واضح هو تقدم العمر. هذا شيء طبيعي، إنسان كل ما يعيش أكثر، كل ما يتقدم في العمر أكثر راح يدخل في خشونة الكتف، وهذا شيء ما بيدنا يعني أن نغيره. هذا شيء لابد منه. الأسباب الثانية اللي هي تعتبر أسباب رئيسية أنها تسبب لك خشونة، أهمها مثلاً الإصابات، سواء كسور أو خلع. الكسر نفسه بعد التثبيت، انت الحين ميلك واحد عنده كسر في مفصل الكتف، يا انك ثبته عن طريق اللي هو شريحه البراغي، او مثلا العلاجات التحفظيه مجرد مثلا علاقه الايد. هذول المرضى اللي حوشهم كسور في الكتف مستقبلا وارد جدا حوشهم خشونه في المفصل بسبب الكسر. طيب المريض اللي حوشه خلع في الكتف كذلك بالمستقبل الخلع نفسه ما راح يسبب له في لحظتها خشونه، لكن بالمستقبل بعد مرور سنوات بعد الخلع حتى لو تم علاجه راح يحوشه في فرصه كبيره عشان خلع في المفصل. اسباب ثانيه عندنا اللي هو مثل نخر في الحين نسميه نخر او تاكل مفصل الكتف. هذا قمنا نشوفه الحين، احنا نشوفه برا بصوره اكبر من الكويت بسبب عاده شرب الكحوليات الفرطه. استخدام الاسترويدات اللي هو المنشطات والهرمونات خصوصا عند لاعبين رواد الجيم. بالضبط هذا السبب اللي قمنا نشوفه عاده الحين في الخليج وفي الكويت. يسبب مثلا مشاكل في تدفق الدم لراس مفصل الكتف، وبالتالي سبب تآكل ونخر في المفصل، آلام ومن ثم خشونة. أسباب ثانية مثل هو أشهرها اللي هو أمراض الروماتيزم. أمراض الروماتيزم قد يصاحبها خشونة في مفصل الكتف، والسبب الرئيسي كذلك عندنا اللي هو قطع الأوتار المزمن. قطع الأوتار المزمن، الأوتار مثل ما شرحت بحلقات سابقة نهاية الوتر يلحم على رأس مفصل الكتف، بالتالي لما يلحم عليه ينزل لك رأس المفصل ويمنع احتكاكه بعظمة الأخرم اللي فوقه، ويسبب لنا ويعطينا اللي هي المساحة اللي تكلمنا عنها. إذا انقطع الوتر ما في شيء يمنع رأس الكتف إنه يصعد، فرأس الكتف يصعد للأخرم. مجرد ما يصير قطع عندك بأوتار الكتف ما في أي مانع أو حاجز إن رأس مفصل الكتف يصعد لفوق يملي لك المساحة اللي فوقه ويحتك في عظمة الأخرم، يسبب لك ألم شديد، وهذه يسمونها خشونة ما بعد القطع المزمن لأوتار الكتف. ممتاز دكتور بدر البشارة، عندي الكثير من الأسئلة لكن إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، ناخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيخ مع دكتور بدر البشارة.
يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل دكتور بدر بشارة، كنا قاعد نتكلم عن تبديل مفصل الكتف ووصلنا حق الأسباب، وما شاء الله عليك أعطيتنا يعني مقدمة جدا جميلة عن الأسباب اللي ممكن توصلنا حق الخشونة، وبالتالي ممكن يصير معنا تبديل هذا المفصل. دكتور، لو نتكلم عن الحالات الكبيرة اللي ممكن تيجي لك لكن تحتاج تبديل المفصل لكن ما يكون فيه مثلا التقدم في السن، هل ممكن تمر بعض هذه الحالات يحتاج تبديل المفصل ويكون بعمر مثلا صغير او الشباب؟ طبعا كبار السن لهم حالاتهم اللي هي نعم. اكثرها شيوعا القطع المزمن في اوتار الكتف. نعم. القطع المزمن في اوتار الكتف نشوفها في ما بعد عمر 70. نعم. نادر ما نشوفها في اقل من 70 سنه او 65 وطالع. في جيل الشباب اكثر سبب نشوفه عاده اللي هو نخر العظم. نعم. العظم متآكل. العلاج التحفظي فشل مع المريض، المريض عمره 40 سنة. واو. طيب أنا شنو أسوي له؟ العلاج التحفظي فشل معه، أعطي إبر إلى متى؟ صحيح. يستمر علاج طبيعي إلى متى؟ المريض يعني متأذي من هالشيء، الألم مزعجة والعلاج واضح إنه فاشل معه. صحيح. معناها في واجب تدخل جراحي واستبدال المفصل. هني يفرق معانا نوعية المفصل اللي نستخدمه. المفصل اللي نستخدمه حق اللي هم عمره 50 سنة وطالع غير عن 50 سنة ونازل. نعم. النوع اللي أنا مرة حتى تكلمت عنها اللي هي مفاصل بشكل عام نستخدمها. نعم. اللي هي المعدنية الكوبلت. نعم. كروم. نعم. نوع من الصناعة نفسها تكون من الكوبلت. نعم. لكن هذا المعدن إذا استخدمته في ناس أقل من 50 سنة بسبب حركتهم ونشاطهم. صحيح. ما أقدر أقارنهم بعمر 70 سنة. أكيد. هم نشيطين وحركتهم جدا ممتازة. صحيح. عادة المعدن يفشل معهم. فنضطر نستخدم السيراميك. نعم. السيراميك عمره أطول وما يفشل معهم حتى لو كانت حركتهم ممتازة. نعم. أسباب الثانية الروماتيزم، أمراض الروماتيزم المرضى اللي يكونوا صغار في العمر كذلك نستخدم معهم السيراميك ممكن يكون ممتاز لهم لأنهم صغار في العمر. إذا هم كبار في العمر ممكن نستخدم مفصل المعدني. ممتاز دكتور، خلينا نروح حق تبديل مفصل كعمليه جراحيه. إيه. دكتور هي تعتبر يمكن من العمليات الكبيره. إيه. دكتور ايش كثر مدتها؟ ايش كثر نسبه نجاحها؟ إيه. متى المريض ممكن يستعيد عافيته بشكل كامل؟ للامانه هو بشكل عام العمليه ما راح تاخذ اكثر من ساعتين، يعني ساعه الى ساعه ونص. لكن لما نقول عمليه بشكل عام هي تشمل التخدير، العمليه شغل الايد نفسه. نعم. والافاقه. هذه العمليه ممكن كلها تاخذ بروسس كله ياخذ 3 ساعات. نعم. 4 ساعات. لكن كشغل ايد ساعه ونص ساعتين. ممتاز. زين دكتور، كنسبه نجاح هذه العمليه الحين في التطور الموجود ومثلا الامور الحديثه اللي وصلتوا لها، شنو نسبه نجاح عمليه تبديل المفصل؟ جدا ناجحه. انت قاعد تتكلم عن اكثر من 90%. ممتاز. جدا ناجحه بمختلف اسبابها. سواء يعني مريض عنده كسر مركبي له شريحة وحاشة خشونة تالي بعد التثبيت، أو يعني في المقام الأول عنده كسر، مريض كبير في العمر، العظم هش جدا ترف، صعب إنه يلحم ومتفتت. على طول أدخله سيدة يعني مستشفى نثبت نبدل المفصل المقام الأول بدون شريحة وبراغي سيدة تبديل المفصل. نعم. المرضى النوع من المرضى جدا ناجحة عملياتهم. اللي عندهم قطع مزمن، أنت قاعد تتكلم عن مريض أكثر من سنة ما يقدر يحرك إيده أكثر. صحيح. من 20 درجة. نعم. مجرد ما يقعد من النوم الألم يروح من بعد العملية، حركة المفصل جدا ممتازة، فنجاحها جدا ممتاز وأغلبية المرضى سعيدين في النتيجة. ممتاز دكتور بدر البشارة باسمي واسم أسرة برنامج تو كلينك، نقدم لك كل الشكر على كل المعلومات القيمة. العفو لك. الله يسلمك. أعزائي المشاهدين، وصلنا حق نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.